السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة مطبخ أمينة المراكشية. قبل ما نبدأ إن شاء الله كنبغي نشكركم بزاف بالتهنئة ديالكم والتعاليق الرائعة اللي اتصلت بها في آخر فيديو، وفرحتوني بزاف بالتشجيعات ديالكم اللي عنات لي الكثير وحفزتني بزاف. كنشكركم بزاف بزاف. اليوم نحضروا إن شاء الله كيكة البرتقال، كتجي خفيفة ومسفجة وحتى من الطريقة جد بسيطة وسهلة وكتجي ناجحة. خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. ما تنسوناش اضغطوا على زر الأحمر أبوني وديروا جيم وخاطروا في القناة ديالي يوصلكم كل الوصفات الجديدة. بالنسبة للمقادير كنحتاجو نص كوب ديال البرتقال، أي ما يعادل تقريبا 100 مليليتر، عندنا كوب ديال الدقيق ممتلئ مزيان عامر مزيان 120 غرام، عندنا تقريبا كأس إلا ربع تاع السكر خشن أي سنينة 120 غرام، عندنا الزيت نص كاس 100 مليليتر، عندنا جوج حبات تاع البيض، ساشي ديال الخميره ديال الحلويات، عندنا ساشي ديال فاني لو زيست هاد القشور نتاع البرتقال معلقه كبيره. بسم الله كناخذ هذا الخلاط الكهربائي كنديروا فيه جميع المكونات السائله. راه سريعه التحضير. بسم الله، جوج حبات تاع البيض بالشكل فانيا، قشور تاع البرتقال، الزيت. سريعة التحضير، بعض الأحيان واحد كيعكز كيصبح في ما يدير حتى حاجة كيدير هاد الكيكة، راه سهلة التحضير سعيدة. وكنقبطو تنطربو هاد المكونات مزيان. بسم الله كناخدو بعد ما درنا الكل في الخلاط كنبقاو نطربو باش ما طربنا مزيان كيجينا الخليط مزيان وكتجينا كيكة مسفجة. بسم الله على بركة الله. بسم الله، بعد ما طربنا المزيج الان كنصبو هذا الخليط بهذا الشكل. كتجي هذه الكيكه اقتصاديه ولذيذه وسريعه التحضير. الان صبو الدقيق، بعد ما غربناه مزيان خميره وكنمزجو هاد المكونات مزيان بهذا الشكل، كتجينا مسفجه. بسم الله، بعد ما مزجنا الدقيق مع الخليط كناخذ هذا المول درنا فيه شويه الزبده وشويه الدقيق، هذا بالنسبه لهذا المول فيه 20 كنصبو. بسم الله، بعد ما درنا الخليط في المول الفران سبق لينا سخناه كيسخن مزيان، من بعد تيسخن كنقصي الحراره تدخل الحراره 180 وكنتركوا هذا الكيكه تقريبا تنحلوا عليها حتى تفوت تقريبا 35 دقيقه وكنراقبوها. بسم الله، بعد ما خرجنا الكيكه من الفران هانتوما كي كتلاحظوا شحال مسفجه وكيجي الشكل ديالها. الان حاولوا نهلوها بالعسل، اما بالعسل اما بالكوفيتي الحذر متوفر عندكم. كندير شويه هذا الشكل، الشكل النهائي ديال الكيكه كتجي بهذا الشكل، كتجي المذاق والمنظر والشكل مسفجه بزاف. كنتمنى تعجبكم وغادي تعجبكم، هي جربوها وبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم في الفيسبوك والواتساب. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.